رح تموتي من غيرتك. عم روحة مطارح ما بتحلمي تروحي لها بحياتك، وانتي هون عم تموتي وتطلع روحك كرمال الأجدب اللي بتحبيه. بس أنا بحياتي ما رح أكون مثلك جوري، أنا بدي أطلع من قرفكم. الغيرانة منا العمش وغبية ومتخلفة. صباح الخير خالدة خانم. أخيرا شرفتي يا جوري خانم، الكريب بانتظارك وكان رح يبرد. رح تقري الجريدة كمان؟ كم معلقة سكر حطلك بالشاي يا خانم؟ مو هيك بس كنت بدي أشوف كم شغلة. طبعا يلي مثلك بهمه يتابع أخبار البلد. يا رب يكون اللي شفته غلط وكون عم اتوهم دخيلك يا الله. لك شو عم تحاكي حالك؟ حاجة تضيعي وقت على الفاضي، يلا تحركي. طيب انتبهي. حاضر. تفضل. صباح الخير يا خانم، جبت لك الفطور معي، وين بتحبي حطه؟ أنا ما بدي أفطر جوري، بس رتبي الغرفة. شو صار؟ ما عجبها الفطور يعني؟ ما بعرف. يلا لشوف رتبي التخت. حاضر. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. فاجأتينا برجعتك اليوم. أنا ما قدرت على فراقكم فقلت بفاجئكم بجيتي. هالإجازة نفعتك؟ شكلك كتير مبسوطة. إيه والله انبسطت كتير. يلا ابني ما رح أخذ من وقتك، المسا بشوفك وبحكي لك مطولا عن إجازتي. طيب أنت هلأ اطلعي ارتاحي. ماشي حبيبي. يلا بشوفك. الله معك. الحمد لله على السلامة جاهدة خانم، شفتك من الشباك لهيك نزلت ركض مشان استقبلك، عملتي عين العقل، نور البيت والله. ديري بالك، هون في غراض بتنكسر بسرعة. ايه، طيب. اوه شو هالمفاجأة هي؟ مبكرة بالرجعة مو؟ أكيد اشتقتي لأولادك ما هيك؟ بس الظاهر ما كان عندك وقت لترتاحي من المشاوير، الحمد لله، على سلامتك. الله يسلمك شوكت. شفتي عمر؟ شفته دقيقة قدام الباب كان رايح على شغله. شكله تعبان بس ما حبيت أسأله، بارح كان عنده مناوبة يعني؟ ايه بس مو بالمشفى، فيكي تقولي المناوبة كانت عن صاحبة المستشفى. هو قال انه رايح لعند رفيقه بس راح على القصر يلي مهابينا. شو رايك اطلب لك شي تشربي؟ فنجان قهوة.
تعرفوا على حبيبة عمر حكيم أغلو الجديدة. أنا ما بدي روح على المشغل، خذني على المستشفى عمران. إيه والله الدكتور طلع نسونجي ومكتر.